ايام قليلة جدا جدا جدا، والمنتخب المغربي يبدأ مشواره في بطولة الامم الافريقية. مباراة قوية امام منتخب تنزانيا، نتمنى كل التوفيق للاسود، وان شاء الله قولوا يا رب اللقب يكون من نصيب كتيبة وليد الرجراجي. يا ترى يا هل ترى الثعلب الفرنسي العاشق للمغرب هيرفي رينار قال ايه عن فوز المنتخب المغربي على سيراليون في المباراة الودية امبارح، وقال ايه عن توقعاته لمشوار المنتخب المغربي في بطولة الكان؟ هنعرف كل التفاصيل وهنعرف كل تصريحات هيرفي رينار، لكن عليك حاجة واحدة بس، تنزل حالا بالا فعلا تفجر زر اللايك ارجو التفجير، وتفجر زر الاشتراك، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان كل جديدنا يصلك فورا على هاتفك المحمول. هيرفي رينار اشاد بلاعبي المنتخب المغربي بعد الفوز على سيراليون 3-1. هيرفي رينار اكد ان المنتخب المغربي ذاهب الى بطولة الامم الافريقية وعينه على اللقب. هيرفي رينار ايضا اكد ان المنتخب المغربي عنده اسماء قويه جدا في جميع الخطوط، واكد ان اشرف حكيمي وحكيم زياش وسفيان مرابط هيكونوا اهم لاعبي المنتخب المغربي في البطوله. ايضا اكد الثعلب الفرنسي مدرب المنتخب المغربي الاسبق ان وليد الرجراجي مدرب عنده ميزه قلما تجدها عند اي مدرب في البطوله، هي انه بيقدر يطلع افضل ما لدى لاعبيه، بيقدر يصاحب اللعيبه بالمعنى البلدي كده، وده شفناه انه ازاي تولى تدريب المغرب قبل فتره المونديال بقطر بفتره قليله، ورغم ذلك قدر يحفز لعيبته، قدر يطلع افضل ما لديهم، وقدروا يحصلوا على المركز الرابع. هيرفي رينار في ختام حديثه اكد ان المنتخب المغربي باستطاعته اكتساح منتخب تنزانيا في اول الجولات بنتيجة عريضة بشرط واحد، هو استغلال الفرص التي ستتاح في المباراة، لان الفارق شاسع بين لاعبي المنتخب المغربي وبين لاعبي المنتخب التنزاني.